ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. أتم النعمة له أي كملت وبلغت الغاية. نعمة الله تعالى تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وانتشاره بين الناس ودخول الناس فيه أفواجا. فالله تعالى يخبره بأن هذا الفتح إذان بأنه سيكون كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث لا يزال عما ورد في فضل سورة الفتح مما رواه الإمام جابر مما بلغه عن سيدنا عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء 3 مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فقال عند ذلك: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وكل ذلك لا يجيبك، إلى آخر الحديث، حتى سمع سيدنا عمر صارخا يصرخ، فأتى مع من أتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي سورة هي أحب علي مما طلعت عليه الشمس، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآية. وكنت وقفت عند قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد أن ذكرت لكم الظروف المحتفة بنزول هذه السورة الكريمة وهي سورة الفتح، وذلك ما كان عنه صلى الله عليه وسلم ومما نقل عنه من فتح أو صلح الحديبية، وقد ذكرت لكم بعض ما ورد في ذلك عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. وكنت بدأت في بيان بعض مفردات هذه السورة الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكنت بدأت في بيان معاني الفتح المذكور في السورة الكريمة، وقد ذكرت لكم ما ذكره بعض أهل العلم في معنى الفتح الوارد في هذه السورة، ولعل بعضكم أو لعل أغلبكم إن شاء الله تعالى يعرف ذلك، ولا نسيتموه؟ نعيد مرة ثانية، نعيد بعضه. طيب، إن شاء الله إن شاء الله في الإعادة إفادة إن شاء الله. أي والله إن شاء الله، ترى أنا مثلكم نوب أحيانا، يعني بل في كثير من الأحيان أنسى. على كل حال، ذكرت لكم هناك أن الفتح، ذكرت لكم أن الفتح يأتي في كتاب الله على مواضع، على معاني عديدة، وذكرت لكم أن بعض أهل العلم أوصلها إلى كم موضع فتح أو يفتح ما يفتح الله 19 موضعا. زين، الذي يعنينا هنا قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا فيه أقاويل عديدة كما ذكرت لكم، قيل حكمنا، وقيل أعطيناك، وقيل قضينا، وقيل أعلمناك وعلمنا، وقيل فتحنا الفتح المعروف الذي هو فتح البلدان. وبينت لكم أن الفتح يختلف عن النصر، وأن النصر يعني الغلبة، لكن الفتح يعني الغلبة مع دخول المكان الذي تحصن فيه العدو أو دخول بلاد العدو. وذكرت لكم أنه لا يقال فتح بدر، يقال غزوة بدر، مع أن النصر فيها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته للمسلمين. طيب،
الحقيقة أن الفتح المذكور في الآية الكريمة في هذه السورة هو فتح عام، هو فتح عام يشمل الفتوح التي تحققت بعده، بعد هذا الفتح توالت عدة فتوح، فتوحات توالت على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالله تعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد فتح له ما هو بصدده، لأنه بعد ذلك يعني بعض الصحابة يقول هو فتح الحديبية، صلح الحديبية هو فتح لما ترتب عليه مما بينت له لكم بينته سابقا لكم، وتلا بعد ذلك فتح خيبر ولم يحضرها إلا من حضر صلح الحديبية، فقد فتح الله تعالى على المسلمين وأشار ذكرها القرآن وأشار إليها الله سبحانه وتعالى في نفس السورة. الله سبحانه وتعالى يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قالوا هو فتح الحديبية. ثم بعد ذلك جاء فتح مكة الذي هو الفتح الأعظم، لأن هذه الغزوة أو هذا الصلح الذي نزلت عقبه السورة الكريمة كان في عام ست من الهجرة في أواخرها في ذي القعدة، في ذي القعدة، فمكثوا في السنة السابعة، ثم السنة الثامنة كان فتح مكة. فتح خيبر كان بعده يعني بأيام، قيل أسبوعين قيل عشرة أيام وقيل أقل أو أكثر، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة التي كان في خروجه فيها صلح الحديبية في ذي القعدة، إلا أنه مكث هناك بعد أن صده المشركون ولم يأذنوا للمسلمين بأداء عمرتهم ونحروا هديهم في مكانهم. زين، يعني هذا واضح لديكم، ما يحتاج نعيده مرة أخرى. طيب، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وذكرت لكم ما هو ما طلعت عليه الشمس، ها؟ الدنيا. نعم، إيش بعد؟ ها؟ نعم، الدنيا وما فيها. نعم، قلنا الأرض ذكر. نعم، هو الحقيقة أعم، تطلع الشمس على الأرض وعلى القمر وعلى الكواكب كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه السورة أحب إلي من كل ما تطلع عليه الشمس، الأرض يعني وأملاكها يعني ومالكها وأراضيها وكنوزها وكذلك ما يتبع ذلك. هذه السورة، السبب أن هذه الآية عظيمة، هذه السورة عظيمة، كانت بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيذان بفتح الله له، والحقيقة فيها إشارة إلى قرب انتهاء مهمته صلى الله عليه وسلم التي صرح فيها أو تقريبا يعني وردت فيها الإشارة واضحة في سورة النصر بعد إيش؟ فتح مكة، لما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا بعد فتح مكة. هذه الآية أو هذه السورة عظيمة في ألفاظها، أنا بيّنت لكم أن من يعني تفخيم الله سبحانه وتعالى لهذا الفتح من ألفاظ هذه السورة أولا إن إيش؟ للتوكيد مؤكدة، وقد أضيفت إلى نون الضمير المتكلم وورد بنون الجمع إنا، وهذه إنا الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم يقول له إنا، هذا أولا أكدت بنون التوكيد، ثم أضيفت إلى نون المتكلم التي هي للتعظيم العائدة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أيضا ورد الفتح مضافا إلى من؟ إلى الله بإيش؟ نون التعظيم، إنا فتحنا، هذا توكيد وبيان لماهية هذا الفتح. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فتحنا إيش؟ فتحنا لك، وهذا أيضا الرابع، هذا الرابع من توكيد تفخيم هذا الفتح. ثم أيضا بعد ذلك أكده بأي شيء؟ فتحا،
وقلت لكم لما تقول ضربته ضربا معناه ايش؟ ضربت ضرب متصفن، ما كذاك؟ هكذا نقول اكرمته اكراما احسن عن الضرب، اكرمته اكراما يعني بالغت في اكرامه. هنا انا فتحنا لك ايش؟ فتحا، ثم وصفه باي شيء؟ مبينا، خمسه او سته قال مؤكدات تدل على فخامه هذا الفتح الذي بشر الله سبحانه وتعالى به رسوله الكريم. زين، هذا الفتح هو فتح حسي ومعنوي. الفتح الحسي هو ما حصل من المشركين، فإن المشركين قبل سنيات كانوا يطمعون في أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أليس كذلك؟ ألم يعني يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة في المدينة المنورة؟ كم؟ نعم، غزوة الأحزاب هذا آخر شيء. زين، وقبلها إيش؟ أحد، وقعت أحد، وبعدها غزوة بدر. هل كانت هذه أقرب إلى المدينة ولا أقرب إلى مكة؟ هذه الغزوات كانت على أطراف المدينة، فكان المشركون يرغبون في أن يستأصلوا شهوة الدين. لكن هذه المرة إيش الذي حصل؟ كان جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله لم يخرج مقاتلا إنما خرج معتمرا، وبينت لكم السبب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام ويدخل البيت محرما وملبيا، ورؤيا الأنبياء حق. لكن لما رأى المشركون ذلك من المسلمين، أول شيء خافوا، ثم بعد ذلك منعوهم على أن يأتوا من العام القادم، كما بين ذلك في الدرس الماضي. زين، إذن رضي المشركون أن يصدوا المسلمين بإيش؟ بالاتفاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم ترضوا أن يردكم المشركون بالراح، بالراحة بالأيدي، لم يردهم بالسيوف. زين، ثانيا جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لهم، يفاوضونه ويرضون أن يرجع على أن يعتمر في العام القادم، وهذا فيه فتح وفيه الندية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حاشا رسول الله، فمقامه أعلى من العالم في العالمين كله، لكن هذا كان الواقع. زين، ثم بعد ذلك توالى بعد ذلك، يعني فيما يظن، يعني الشرط الذي من ضمن البنود التي كانت في هذا الفتح، أن من جاء من المشركين مسلما يرده الرسول، ومن جاء من المشركين من المسلمين إلى قريش لا ترده. هذا صحيح، هذا شرط كان فيه إجحاف، لكن بعد ذلك كان هذا الشرط سبب إيش؟ سبب نقض، وسبب أيضا ذلة للمشركين. جاء أبو سفيان بنفسه، جاء أبو سفيان بنفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الرسول أن إيش؟ أن يلغي هذا الشرط، يقول إن من جاءكم من المسلمين خذوه. قال: لا أبدا، الرسول لم يلتفت إليه. وذكرت لكم القصة، حتى قام بعد ذلك وقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. لم يستمع له أحد، وهذا فيه ما فيه. وهذا من العجب، أن هذا الشرط الذي فيه ظاهره، في ظاهره إجحاف في حق المسلمين، أصبح وسيلة ضغط، وسيلة ذلة، ووسيلة نصر المسلمين. والسبب أن أبا بصير كما ذكرت لكم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني القصة مشهورة، يعني مفادها أنه آوى إلى الساحل، وجاءه أبو جندل، وجاءه بعض المسلمين، وكونوا فرقة من المسلمين، كلما جاءت قافلة من قريش يعني يأخذونها، فأدى ذلك إلى أن قريش تعبت وخافت على أموالها، فلذلك جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من النصر أيضا هذا مما حدث، أن كثيرا من القبائل العربية المحيطة بالمدينة المنورة وما حولها دخلت في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في حلف، ومن لم يكن يعرف الإسلام تعرف عليه وسأل عنه، وانتشرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن انتشر هذا الصلح، أن هذه هدنة لا يعدو فيها أحد على أحد. وبينت لكم دليل ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد سنتين
لفتح مكة. سنة كم خرج يفتح مكة؟ في السنة الثامنة للهجرة، وهذه في آخر السنة السادسة، يعني سنتين. فخرج بكم جيش؟ عدده 10,000، والتحق بهم من حوالي المدينة ودون مكة 2,000، فكان عدد الجيش 12,000. وكان عدد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الصلح، صلح الحديبية، كانوا 1,500 شخص. شوف الفرق، خلال السنتين تضاعف العدد. والسبب في ذلك أن كثيرا من الناس يعني التحقوا بالإسلام وتعرفوا عليه ودخلوا الإسلام، لأن الإسلام دين حق. أيضا فتح خيبر كان سببا لتوسعة المسلمين، من حيث أن الله تعالى فتح عليهم خيبر بنخلها، كان فيها نخيل وزروع، فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على ما هم في زراعتهم، ثم بعد ذلك يكون للمسلمين النصف، لهم النصف. فكان ذلك سبباً في يعني وصول كثير من الأموال إلى المسلمين، حتى إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان قبل ذلك حث الأنصار على أنهم يعينوا إخوانهم المهاجرين، فكانوا يعطونهم نخيلاً، يعني الواحد يعطي المهاجر 5 نخلات 10 نخلات من ماله. فلما فتحت خيبر ردوها. من الذي رد هذه النخيل؟ المهاجرون ردوا النخيل إلى من؟ إلى أصحابه، إلى أي شيء؟ لأنهم استغنوا، وجدوا من الأموال ما يكفيهم. هذا فتح خيبر. طيب، في هذه الفترة، يعني هذه من مظاهر الفتح، في هذه الفترة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى ملوك الأرض، كما تعلمون. أرسل إلى من؟ إلى قيصر ملك الروم، وإلى كسرى ملك فارس، وإلى ملك اليمامة، وإلى ملك البحرين، وإلى ملوك عمان، ملكي عمان، عبد وجيفر، أو عباد وجيفر، بعضهم يقول جيفر وعباد بني الجلندة بن المستكبر. أرسل إليهم من؟ عمرو بن العاص، فأسلم جماعتهما. هذا كان قبل، في هذاك الصلح. فكانت الدعوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت، سرت دعوته إلى خارج يعني إلى أصقاع، حتى خارج شبه الجزيرة العربية. واضح؟ أليس هذا فتحاً؟ هذا فتح عظيم. والذي يدل عليه، يعني أنا أذكر لكم قصة واحدة مما يدل على أن هذا الفتح الذي يعني كان يعني بشر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل. من هرقل؟ ملك الروم. أحسنتم، يسموه إيش لقبوه؟ هرقل، هرقل أو هرقل، هرقل ملك الروم. وملك الفرس من يسمى لقب إيش؟ بكسرى. طيب، أرسل إلى ملك الروم دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، أرسله. ومعروف الرسالة يعني التي صدر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى ملك الروم. يقول صادف يعني أن هرقل لما وصلته هذه الرسالة قال: انظروا لنا أو انظروا لي أحدا من قوم هذا الرجل. فصادف وجود أبو سفيان، وجود أبي سفيان هين في الشام في تلك المنطقة، فأتوا به ومن معه. شوف أبو سفيان الذي كان قائد المعارضة، قائد جيش المشركين، أبو سفيان في مكة هو الذي يزعمهم من زعماهم. فلما أحضره قال: أيكم أحضرهم كلهم، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ قال: أنا أبو سفيان. قال: لتقدم. فتقدم ثم جعل البقية من ورائه، قال: أنتم قوم كونوا من وراءه. فأمر ترجمان، هذا بالترجمان بالترجمة، فأمر مترجمة، قال: إني سائل أسأله عن أشياء، فإن لم يقل الحق فكذبوه. يقول: سأسأله عن أشياء فاصدقوني. فأخذ يسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الرجل أمن أشرافكم نسبا؟ قال: نعم. قال: هل له ملك؟ لآبائه ملك؟ قال: لا. قال: هل عهدتم عليه كذبا قبل ذلك؟
قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. وإن قل ما عهدنا غدر، ولكن بيننا وبينه الآن فترة ولا ندري ما الله صانع فيها أو ما هو صانع فيها. قال ما وجدت غمز إلا هذه. يبغى إيش؟ يريد إيش؟ يريد مغمز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الفترة فترة العهد. ثم قال هل يتبعه ضعفاء الناس أم أقوياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هل من يتبعه يرجع عنه أم لا؟ قال لا يرجع عنه أحد أبدا. ثم قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة وبتوحيد الله وبصلة الأرحام. فقال له يقول هذا نبي، يقول ولو خلصت إليه، لو استطعت الخلوص إليه لاتبعته أو لعظمته ولغسلت قدميه. يقول قال أما قولي، يقول إنه يعني هل له يعني هل هو من أشرافكم نسبا؟ فقلت نعم، فهكذا الأنبياء. وسألتك هل يكذب؟ جربتم عليه كذبا؟ فقلت لا. فقال إن لم يكذب على البشر فهو ليس حقيق أن لا يكذب على الله. وسألته هل يتبعه الضعفاء أم الأقوياء؟ فقلت الضعفاء، وهكذا هم الأنبياء. وسألتك هل يرجع أحد من أتباعه؟ فقلت لا، فقلت لا، فقلت لا. يقول وهكذا بشاشة الإيمان إلى آخر ما ذكر. ثم أخرجونا فوقعت هيصة أو وقع لغط داخل هناك مع هرقل هناك في يعني في قصره. فقال أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أصبح يخشاه ملك بني الأصفر. يعني عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقبون الرسول صلى الله عليه وسلم استحقارا له ابن أبي كبشة بزوج حليمة سعدية. شوف قول لقد أصبح يخشاه ملك بني الأصفر، يعني اندهش أبو سفيان، يقول يخشاه ملك الروم، يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا فتح ولا ليس بفتح؟ هذا فتح. وقد شاء الله تعالى أن يعني يلامسه أبو سفيان قائد أو رئيس أو المقدم في المشركين في مكة. ولذلك لما كان عام الفتح دخل قبل أن يدخل الجيش، دخل الإسلام كما هو معروف في قصة الفتح. هذا من الفتح الذي فتحه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفتح أيضا بعد هذه، بعد هذه الآية أو بعد صلح الحديبية، أن المشركين الذين هم الفرس كانوا قد انتصروا على الروم، وقد حكى الله ذلك في قوله إيش السورة؟ سورة الروم، في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتصروا في هذه الفترة ففرح المؤمنون والمسلمون بنصر الله. وهذا عجيب، يعني هذه الآية وردت عندما كان يعني الفرس قد اجتاحوا إكاد مملكة الروم، وقيل أحاطوا بعاصمتهم، لكن الله أخبر أنهم سينتصرون، وقد انتصروا كما قال الله تعالى، وتحقق وعد الله. وهذا شيء ليس للمؤمنين، يعني هذه الوقائع ليست عند رسول الله، إنما هي أحداث عالمية في ذلك الوقت. كان هناك عسكران رئيسان كبيران كما يقال قطباء، يعني القوة في ذلك الوقت، عسكر الروم وعسكر الفرس. وكيف فهذا كانت هذا كان النصر أيضا من ضمن النصر الذي تلا مفردات النصر التي تلت هذه الآية الكريمة وهذه السورة الكريمة. جملة القول أنه بعد نزول هذه السورة كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام في صعود، فلم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وقد فتح الله سبحانه وتعالى مكة. بل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما مكث بعد نزول هذه السورة إلا 4 سنوات ونيف، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى عليه الأمر، كما أذكر لكم بعض ما ورد، يعني حتى الآية الثالثة فقط سأتكلم عن حتى الآية الثالثة. شوفوا كيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في كم، متى؟ في 12 من جماد، من شهر ربيع الأول، عام كم؟ 11 هجرية. شوف، وهذه كانت في
ذي القعدة في السنة السادسة، إذن 7 و8 و9 و10 وشهرين وشوية من السنة التي السنة 11، وتمت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تأتي البقية الآيات ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه 4 بشائر بعد الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بينا ظاهرا. اللام هنا ليغفر لك الله، اللام وذكرت لكم أن قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا كلها وردت بنون التعظيم التي تعود إلى ربنا سبحانه وتعالى للدلالة على أن هذا الفتح هو فتح إلهي رباني من لدن الله سبحانه وتعالى، مخصوص لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المواهب التي ينزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تتجلى لأمته، وقد تجلى هذا للأمة بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى في آخر ما نزل، قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا بخصوص الأمة عامة، أخبرهم الله بما ظهر بعد ذلك. فهذا الفتوح، هذا الفتح تجلى للرسول صلى الله عليه وسلم في قول ليغفر لك الله. اللام هنا للصيرورة، قيل أكثر على ليصير ليغفر لك. وشوفوا كيف أن الله تعالى قدم الجار والمجرور، الظرف الجار والمجرور، ما قال ليغفر الله لك، قال ليغفر لك الله، لأن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليغفر لك الله، ولم يقل لنغفر لك، لأن إسناد المغفرة إلى الله. والله سبحانه وتعالى قد ذكرته لكم في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله هو علم على ذات واجب الوجود، علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو الاسم الذي اختص الله تعالى به، اختص سبحانه به نفسه، هل تعلم له سميا. فأتت المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم مسندة إلى إيش؟ إلى هذا الاسم العلم الذي تأتي بعده كل الصفات، تأتي بعده أسماء الله تعالى الحسنى. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا يعني هذا؟ الإنسان لما يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما سيأتي، يعني ما سبق وما سيأتي، معناه أنه أصبح مستخلصاً لله، أصبح معصوماً لله، اصطفاه الله تعالى له. والحقيقة يعني أهل التفسير ذكروا عدة أمور، يعني من ضمنها كيف يغفر الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول معصوم من الذنوب. هذه مغفرة تختلف، هذا أمر خاطب الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم ليدلل سبحانه وتعالى أن عبده رسول الله، أن عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى، وأن أمره قد اكتمل، وأنه مخلص لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضره ما سيأتي بعد. وذكر بعض أهل التفسير في ذلك سببا، وهو أن هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا قد نسخت آية أخرى، نسخت الآية 9 من سورة الأحقاف. من منكم يعرف الآية 9 من سورة الأحقاف؟ جزاكم الله خيرا، أحسنت وبارك الله فيك يا أبا جابر. الله تعالى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أنا إلا نعم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أحسنت، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذه الآية كانت يعني نزلت، قالوا هذه من أطول الآيات التي يعني نسخت، يعني الفترة التي مكثتها، قالوا نزلت هذه بمكة، بعضهم يقول 16 سنة ما بين نسخها وما بين نزولها، وقيل أقل من هذا.
هذه الآية لما نزلت جعلها المشركون مثل يعني الشيء الذي يغمزون به الرسول ودعوته، يقولون واليهود كذلك يقولون، حتى عبد الله بن أبي ورد عنه هذا، يقولون كيف تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بكم، لأن الآية قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالوا كيف تتبعون رجلا هذا شأنه عجبا لكم، ومكثوا على ذلك. فكان هذا الأمر يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤذيه عليه أفضل الصلاة والسلام يعني من ناحية شخصه، لكن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان حريصا على إيصال هذا الخير إلى الناس وعلى وصول هذه الدعوة إليهم، فكان كل ما يعني يتسبب في صرف الناس عن هذه الدعوة يؤذيه عليه أفضل الصلاة والسلام أشد الأذى. فكان حريصا، قد كان حريصا على أي شيء؟ على دخول الناس الإسلام. الله تعالى حكى عنه ذلك، قال لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا، باخع أي قاتل نفسك حسرة وأسا عليهم لأنهم لم يؤمنوا. شوفوا كيف يعني كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية ناسخة، بيّن الله تعالى ما يفعل برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الحقيقة هذه يعني مفردات الآية كلها فيها فخامة، فيها فخامة وفيها يعني تعظيم لهذا الأمر. شوفوا أول شيء ليغفر لك الله، أسند إلى الله الغفران، ما تقدم وما تأخر من ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن الله تعالى اصطفاه واستخلصه له. قال ويتم نعمته، نعمة تامة أنعم الله تعالى عليه بالنعمة التامة التي لا مزيد عليها، ويتم ويهديك وهداه الصراط المستقيم الذي لا خفاء معه ولا يرجى بعده أن يلتمس الإنسان طريقا ليهتدي إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى، فقد هداه الله الصراط المستقيم. ثم وصف النصر، قال وينصرك الله نصرا، إيش صفته؟ ينصرك الله، ثم قال نصرا، أكده ثم قال وصفه بأنه نصرا عزيزا. فهذه الألفاظ كلها تدل على هذا الخير الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش قال فيه؟ لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، حتى قيل إن جبريل هنأه صلى الله عليه وسلم، قال هنيئا لك يا رسول الله وهنأه المسلمون بهذا الفتح العظيم، الأمر العظيم الذي استأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتح الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، بحيث أن ما بعده كانت آحاد وتجليات لهذا الفتح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وآذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما حدث بعد هذا الفتح إنما هو صور من صور هذا الفتح الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ختام هذا الفتح هو الفتح المبين الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه رسوله في فتح مكة، فتح مكة الذي يعني من الله تعالى به على رسوله وعلى المؤمنين. زين، واضح هذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحقيقة هنا مسألة غفران الذنوب. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أنه يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم. زين، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستغفار، فاستغفر لذنبك، لكن لا يعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحسب عليه الذنوب أو أنه تصدر منه ذنوب، حاشاه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم درجته ومقامه عال جدا، فناسب هذا المقام وهو مقام الاستغفار وطلب الرحمة. وأنا أذكر لكم في هذا المسألة الاستغفار عدة أمور، أو يعني أذكر منها 3 أمور. الإنسان لما يقول أستغفر الله، أو لما يقول يا رب اغفر لي، أو لما يقول يا غفور، أو لما يقول يا غفار الذنوب اغفر لي، صيغ الاستغفار التي يقول يعني ينطق بها الإنسان، يطلب بها ربه أن يغفر له. هذا الاستغفار فيه أولا اعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه هو وحده الذي بيده غفران الذنوب ومحو السيئات. وهذه عبادة ولا ما عبادة؟ هذه عبادة لله.
والدليل على ذلك أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفار والغفور، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت لما تقول يا غفار أو يا غفور معناه أنت توحد ربك وتذعن لله وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب، وهو سبحانه. وهذه عبادة عظيمة أرشد الله إليها رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال واستغفر لذنبك. هذه عبادة ولا ما عبادة؟ هذه عبادة من أفضل العبادات وقرب من أعظم القربات لما الإنسان يستغفر. إذن لا يلزم منها أن يكون عليه ذنب أو ألم بمعصية، لا، الاستغفار هو عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يلزم الإنسان بس لا يستغفر قال إلا أن يكون منه ذنب، لا، ليودم الإنسان استغفار. وقد ورد أن الاستغفار سبب لاستدرار الرزق وكثرة الخير، ودل عليه قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم وإيش ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف، فإذن الاستغفار عبادة وقربة أرشد الله إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تلزم يعني فقط من ألم بشيء من الذنوب، لا، هذا واحد. ثانيا، الاستغفار فيه إذعان من العبد وإقرار بعجزه وضعفه وحاجته إلى مولاه وأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يريده الله من العبد. يريد الله من العبد أن يستشعر هذا العبد أنه مفتقر إلى مولاه وإلى ربه وإلى خالقه. والإنسان أنى له أن يبلغ شكر ربه؟ هل يمكن للإنسان أن يبلغ شكر الله تعالى؟ لا. أنت عندما تستغفر أو عندما تعبد الله تصلي ماذا تستخدم؟ عندما تقرأ تستخدم اللسان الذي خلقه الله لك، وتستخدم الأعضاء التي سخرها الله لك، وتسجد على الأرض التي سخرها الله لك، وفوق كل ذلك كل ذلك بتوفيق الله لك، فأنى تبلغ حقيقة الشكر. لكن الكريم سبحانه وتعالى يريد منك أن تقر وتذعن له سبحانه، وأن تحرك لسانك بما أمرك الله تعالى أن تحرك به اللسان من شكر وذكر وتسبيح وتحميد وتهليل. شوف كيف رحمة الله تعالى. أما أنت لا أن للإنسان لسان عاجز لا يستطيع أن يأتي بشيء يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما قدمه الله له سبحانه. الله الذي قدمه للعبد إنما يستخدمه الإنسان في التقرب إلى الله. فهذه الثانية. الثالثة من معاني الاستغفار أن الإنسان قد يلم بذنب، فإذا ألم بذنب أو يعني أخطأ في جنب مولاه فإنه يتدارك نفسه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق إيش؟ عن طريق التوبة والاستغفار. يطلب من الله، لأن اللهم اغفر لي يعني معناها اللهم امحو ذنوبي أو استر ذنوبي، غفر الشيء أي ستره ومحاه، فيطلب من الله أن يمحو ذنوبه وأن يقيله عثرته وأن يتوب عليه. والله سبحانه وتعالى تواب رحيم كريم، يقبل القليل ويعطي الجزيل. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم، قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إيش أكثر من هذا الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى حكى في سورة البروج صورة عجيبة غريبة، وهي صورة تقشعر لها الأبدان وتجف لها القلوب الحقيقة، وهو عن أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هؤلاء عملوا أخدود وأوقدوا فيه النار وجاءوا بالمؤمنين وأخذوا يرمونهم في النار. فالله تعالى حكى عنهم يعني مشنعا عليهم ومبينا فساد عملهم. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إيش؟ شفتوا كيف؟ سبحان الله، يعني هذا قال ثم لم يتوبوا، فإذا تابوا قبل الله منهم شيء بعد هذا، يعني هذه المغفرة، هذه الرحمة العظيمة.
ولذلك قالوا يدخل القاتل والمقتول الجنة، هذاك يغفر له بعد توبته ورجوعه إلى الله، يغفر الله له وأداه الحقوق، الله تعالى يغفر يعني الذنوب جميعا. قال ثم لم يتوبوا، معناه إذا تابوا قبل الله منهم وتاب الله عليهم مع شناعة هذا الأمر وبشاعته، لكن إن تابوا ورجعوا إلى الله قبل الله تعالى منهم. شوفوا كيف زين. الله سبحانه وتعالى يقول يغفر إن الله ليغفر لك الله، جرنا إليه هذه المغفرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا تأدية لي يعني ما من الله تعالى وشكرا لله. الحقيقة بعد نزول هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا في العبادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبتل والعبادة لا شك، لكن بعد نزول هذه الآية كان يقوم الليل حتى ترم قدمه، تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إليهم مثل الشن البالي. تعرفوا الشن؟ إيش الشن؟ السعن، القربة، القربة يعني هذه الشن مثل السقاء ومثل السعن، هذه الذي إيهاب أصغر من السعن، هذا تحفظ فيه المياه في من وسائل حفظ المياه، هذه ذهبت عنا نحن الآن، كثير من أبنائنا بل كثير منا حقيقة لا يعرفها هذه كلمة الشن، لكن يحفظها يعني كبار السن. هذا يعني إذا قدم الإيهاب إذا كان قديما ويوضع فيه الماء يكون باردا جدا، لكن إذا الشن البالي معناه ييبس، ييبس يصبح مثل الحجر يعني متصلب بحيث يتكسر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة يعني تبتله جسمه يعني ييبس يقف، يخرج إليهم من عبادته كالشن البالي عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانوا يقولون له ألم يغفر الله لك، تقول السيدة عائشة يا رسول الله يعني يقول ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون عليك. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا الكريم، الكريم إذا أحسنت إليه ملكته، إذا أنت أكرمت الكريم وإن أنت أكرمت الكريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو من هو كرما عليه أفضل الصلاة والسلام، فلما من الله عليه بغفران ذنوبه إيش كان؟ زاد في التهجد وزاد في العبادة وزاد في الاستغفار. ثم بعد ذلك أيضا أوصاه الله تعالى بذلك فقال في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيش؟ فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك واستغفره. شوف استغفار نتيجة الذنوب، لا الله تعالى أخبره قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن الاستغفار عبادة وقرب إلى الله، وقد أمر الله بها رسوله، فعليكم بها، عليكم بها، شدوا بها يدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله فيوصيه بمحابه سبحانه، ما يحبه الله تعالى من خلقه يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يرد دليل على أنه مخصوص بهذا الأمر دوننا فنحن فيه سواء معه عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص بذلك، فذلك أمر له عليه أفضل الصلاة والسلام. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. أتم النعمة له أي كملت وبلغت الغاية، نعمة الله تعالى تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وانتشاره بين الناس ودخول الناس فيه أفواجا. فالله تعالى يخبره بأن هذا الفتح إذان بأنه سيكون كذلك، ويهديك صراطا مستقيما. شوف ويتم، من الذي يعني هذا يتم؟ فعل إيش؟ ماضي ولا ماضي مضارع ولا يتم؟ يفيد الديمومة والاستمرار. ويتم نعمته عليك ويهديك إيش؟ يهديك صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هو الواضح الجلي الذي لا يعني لا 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 تخطئه العين، الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي الموصل إلى الله حقا وصدقا. ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال وينصرك الله، شوفوا كيف عاد، ما قال وينصرك نصرا عزيزا، قال ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك نصرا، لا قال وينصرك الله نصرا عزيزا. أعاد سبحانه وتعالى اسمه سبحانه ظاهرا
ليبين أن هذا النصر هو من من؟ من الله، وقد عبر عنه باسمه سبحانه وتعالى الذي اختص به، لأن دائما يعني أسماء الله تعالى الأخرى يتقدمها من؟ إيش من الأسماء؟ لفظ الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورب، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، واضح هذا؟ فهنا النصر ممن؟ من الله. الحقيقة أغلب النصر في القرآن الكريم دائما مسندا إلى الله، وما النصر إلا من عند الله إذا جاء نصر الله. فالله تعالى أخبر رسوله أن هذا النصر منه سبحانه، وينصرك الله، ثم أكده بقوله سبحانه نصرا، نصرا تأكيدا لهذا النصر، عزيزا. إيش عزيزا؟ ها؟ قويا غالبا عزيز، نعم. ها؟ عزيزا، عزيزا فيه أمران، فيه أمران، أو يمكن أن ينظر فيه من جهتين. نصرا عزيزا أي ذا عزة ومنعة ورفعة، نصرا عزيزا يعني فيه رفعة لك، وأن فيه منعة لك، زين واضح. وهو عزيز كذلك، وقيل عزيز معناه نادر، يقال شيء عزيز، هذا شيء عزيز يعني نادر الحدوث. فهذا النصر الذي بشر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم نصر نادر عجيب غريب، يعني من النوادر، من حيث حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال المشركين. فالدنيا كلها تكالبت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع 1500 نفر ينادي بهذا الدين، ومشركو قريش وقبائل العرب وملوك الأرض كلها على غير هذا الدين. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وينصرك الله نصرا عزيزا أي عجيبا نادرا يتعجب منه الخلق. وهو كذلك ويعني ومصداق ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يمكث إلا سنتان فقط، فدخل مكة فاتحا بدون حرب. يعني هؤلاء الذين منعوه عن أن يؤدي من أن يؤدي العمرة دخلوا في فتح مكة إيش؟ مذعنين. ورضي أبو سفيان أن يقال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، والرسول ويقول من أغلق عليه بابه فهو آمن. أليس هذا نصرا عجيبا غريبا؟ إنسان يرد، الرسول وأصحابه 1500 يردونهم عن الاعتمار بالبيت، ثم يرد هذا القرآن الكريم يقول وينصرك الله نصرا عزيزا، وتكون بعد سنتين يكون فتح مكة، ثم بعد ذلك تدخل قبائل العرب. هذا نصر عزيز غريب، وهو نصر من الله. إذا كان الأمر من الله فلا تتعجب منه، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا كان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المخلصين له سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.